بفكر مع حضرتك في أكثر من نقطة، وبركز جدا في أثناء الحديث في أكثر من شيء. الشيء الأول، المسيح لما مات على خشبة الصليب دخل للأقداس السماوية عينها مرة واحدة بدم نفسه. هذا الدم دم كريم، دم بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم. هذه المؤهلات في هذا الشخص العظيم وفي دمه الكريم على أساسها قبلت كل نفس، آمين، ماضيا وحاضرا ومستقبلا. فبينما كانوا قدموا ذبائح على أي أساس؟ الروح القدس بيقودهم بدور الإيمان إن دي مجرد رمز لشخص، دي ظل لحقيقة. صحيح، زي هابيل بيقدم قربان، بيقدم ذبيحة، عشان في قربان واحد هيتقدم، في ذبيحة واحدة هتتقدم معايا حضرتك، المشبع لقلب الله، بالضبط، اللي هي ذبيحة المسيح، القربان الكامل. أمين، التقدمة الكاملة. ذبائح في العهد القديم زي ما حضرتك عارف في حاجة ما أقدرش أقول ذبيحة، لكن أقول المحرقة، رغم من أوريدي ذبيحة، أيوة، بس كلمة محرقة في اللغة تميز معناها كده، أيوة، فاسمها المحرقة، وذات إناف يعني، ولا مرة في الكتاب ذكر ذبيحة المحرقة، لكن اسمها المحرقة. أوكي، لكن ما بعد ذلك في ذبيحة السلامة، ذبيحة الإثم، ذبيحة الخطية، في تقدمة الدقيق، دي الحاجات الأساسية اللي بقولها. في المحرقة، المحرقة دي بقى في محرقة دائمة كانت بتتقدم، المحرقة الدائمة دي واحدة تتقدم في النهار، واحدة تتقدم بالليل، ويوميا بتتقدم بالطريقة دي. ليه؟ عشان نبقى مستريحين. كل ما المحرقة شغالة واخد بال حضرتك، والنار والرائحة طالعة، رائحة السرور ورضا الرب، الناس مستريحة. دلوقتي لقينا المسيح لو كل ما اتقدم وقدم نفسه مرة واحدة ودخل بدم نفسه مرة واحدة الأقداس السماوية، مش هيك الأرضي، واخد بال حضرتك، وهو رئيس كهنة الله أو الكهنة العظيم، الضمير استريح. أمين، استراح من كل ناحية. أمين، فأي واحد عايز رايح ضميره، عايز رايح مخه، عايز رايح قلبه، عايز رايح مشاعره، لكفارة وتبرير وتقديس، خد بال حضرتك، وغفران الرب لي، يأتي لهذه الذبيحة. أمين، ويعرف إن المسيح محى الصك، محى الصك يعني جاي it is finished، يعني كفاية قد انتهى.